طيب دعني أعطي للمشاهد صورة مبسطة حول حجم الدين الأمريكي لكي يفهم ضخامة هذا الرقم. الرقم الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية لديون الحكومة الفيدرالية هو 31 تريليون أو 31.4 تريليون، يعني حوالي 31.5 تريليون دولار. صحيح. هذا إذا تم تقسيمه، البعض قسمه على كل مواطن، فنصيب كل مواطن من الدين الأمريكي 94 ألف دولار. كل مواطن عليه أن يدفع 94 ألف دولار حتى يسدد الدين الأمريكي. كل عائلة نصيبها 200 أو 239 ألف دولار. الدين العام الأمريكي يبلغ 6 أضعاف الإيرادات الفيدرالية. يبلغ الدين العام 125% من الناتج الاقتصادي الأمريكي السنوي. صحيح. طيب يعني نبقى عند سؤال هنا مهم جدا، هل الولايات المتحدة الأمريكية سبق أن تخلفت عن سد الدين؟ في السابق لا، لم يحدث أن تخلفت. كانت السياسة دائما هي رفع سقف الدين العام، وقامت برفعه عشرات المرات. وبالتالي إذا شهدنا هذا التخلف، سيكون التخلف الأول في تاريخ أمريكا. طيب ماذا إذا تخلفت أمريكا عن؟ سوف يحدث السيناريوهات التي تحدثنا عنها، يعني سوف نرى يعني كل لا يعني لدينا كثير من السيناريوهات قد تحدث يعني. طيب سؤال، بداية قد تكون الحلقة الأضعف الأولى هي الأسواق المالية، يعني قد تبدأ بأزمة مالية، وقد نشهد أشياء يعني مثل أزمة 2008 مثلا. لا، أعنف حتكون، لأن أزمة 2008 كانت في بدأت بقطاع العقارات، وكانت دعنا نقول محصورة في العقارات وفي البورصة، في القطاع المصرفي. أما هذه الأزمة سوف تطال اقتصادات كل الدول، لأن كل الدول لديها أو مشترية لسندات الخزانة الأمريكية، باعتبار أنها هي من أأمن، أو كان ينادى بأنها من أأمن السندات في العالم. وبالتالي كانت دائما أمريكا بمجرد إطفاء أو انتهاء هذه السندات تقوم بكل أريحية بإعادة إصدارها مجددا. هل من الممكن تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا؟ حتى ولو تم تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا، المشكلة ليست الآن في أمريكا، المشكلة الآن في العالم. تأثير هذه الأزمة، الاقتصاد الأمريكي أثره يمتد إلى كل العالم. لماذا نحن الآن نتابع مثلا رفع الفائدة في أمريكا؟ لأن رفع سعر الفائدة في أمريكا يؤثر على كل اقتصادات العالم. بعض الدول قد ترفع الفائدة أو يعني تخفضها ولا يؤثر حتى على الدول المجاورة لها، لكن بحكم اقتصاد أمريكا رفع الفائدة يؤثر على كل هذه الاقتصادات.